السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم يا جماعة الخير، وكما عودناكم ما شاء الله تبارك الله ألوان زاهية جدا وجميلة، أزهار تبارك الرحمن، طبعا الياسمين الهندي المتسلق والياسمين الشامي كما يسمى، ياسمين المويا، ما شاء الله تبارك الله. يعني صراحة يعني بالأمس بالليل لفت سبحان الله تفكيري أو لفتني ريحة البيت وأنا داخل، ما شاء الله ريحة الياسمين الشامي العراقي والياسمين الشامي جميلة بالليل ريحته صراحة، أزهارة مع الرطوبة يعني سبحان الله وكأنها تستقبلك يعني استقبال في البيت. لحظة ما شاء الله تزهير من فوق السور تبارك الله وما شاء الله، فيعني وأنا داخل البيت أشم الريحة شيء يعني مفرح ما شاء الله تبارك الرحمن، وما شاء الله ثمار الكمكوات هذه جاهزة ما شاء الله، فمثل ما أنتم ملاحظين تزهير جميل وريحة. فيا جماعة الخير اللي يستطيع يعني لا يحرم نفسه صراحة، لأنه والله جميل جدا يعني ما شاء الله صراحة، والله يقويكم ويسعدكم بما أعطاكم، والحمد لله والشكر لله الذي لا إله إلا هو ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم يا جماعة الخير. الحمد لله ما شاء الله اليوم تم تسميد الحديقة بالسماد البقري المعالج، يعني كل فترة لازم شوي. سمدنا شهر 9 كان شوي الجو حار، والحين ما شاء الله شهر 12 وسمدنا بالتسميد البقري المعالج. طبعا كل اسبوعين سماد السمكي، او كل 3 اسابيع سماد السمكي السائل، وما شاء الله تبارك الله. لاحظ المانجو وخضرارها تبارك الرحمن مع تزهير الجاتروفا ما شاء الله تبارك الله، وما شاء الله ثمار التين شوية بشاير منهم طيبة. وحبينا نراويكم الجهنمية الجلسة قصدي، وهي مزهرة بالياسمين الأصفر المتسلق، ولاحظوا ما شاء الله نشاط الإكزورة تبارك الله، وما شاء الله بداية تزهير الإكزورة اللهم بارك. فالتسميد بشكل منتظم يا جماعة الخير كما قلنا وكما عودناكم نقول إنه من الأشياء الأساسية والضرورية يا جماعة الخير. وحاب راويكم شغلة جميلة ما شاء الله اللي هو عقد ثمار المانجو. عقد ثمار المانجو لاحظوا ما شاء الله نسبة العقد ما شاء الله تبارك الله نسبة فوق الممتاز اللهم بارك. فكل شيء ما مثل ما انتم ملاحظين نشيط وجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير يا جماعة الخير. ما شاء الله تبارك الله الجلسة من فوق يعني جميلة جدا صراحة، تنسيق الأزهار فوقها، والحمد لله ما عودناكم دائما وأبدا ما شاء الله النموات الجديدة في أشجار التشيكو، أصلا ما شاء الله ارتفاع طيب يعني تقريبا 2 متر وتوصل الدور الثاني إن شاء الله تعالى بإذن الله، ونشاط جميل للأشجار ما شاء الله اللهم لك الحمد، والله يقويكم ويصبحكم بالخير والنور والسرور.